بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا في المحاضرة السابقة الجيوثيرمال انرجي، وعرفنا مصادرها، وتحدثنا عن الجيوثيرمال ريزرفوارز، واخذنا نظرة تاريخية على الجيوثيرمال انرجي بشكل عام. اليوم حنحكم على الاكستراكشن واليوزز، يعني الاستخراج والاستخدام، استخراج واستخدامات الطاقة الجوهرية. الحرارة لابد أن نستخدمها في الجيوثيرمال انرجي، لابد أن نستخرجها، هي موجودة في باطن الأرض، بنستخرجها على السطح عشان نستفيد منها، إما في التدفئة وإما نحولها إلى طاقة كهربائية. وعشان نستخرجها فنستخرجها بطريقين، إما مباشرة من الينابيع الساخنة أو الخفق جيوثيرمال ريزرفوارز، نستخرج مياه مباشرة إلى السطح ونستفيد منها بأغراض معينة، إما بواسطة جيوثيرمال هيت بامبس، يعني نضخ في مياه إلى داخل سطح الأرض لتكتسب الحرارة الموجودة في بعض الأرض ثم تستخرج مرة أخرى وهكذا. أما استخداماتها ففيه direct use وفيه indirect use. إحنا نعرف شنو هي، شنو هالنوعين اللي بدل. direct uses of geothermal energy، نقدر نستخدم geothermal energy ك hot spring used as spa، يعني كحمامات ساخنة. وفي يعني في دول عديدة يعني يستخدم في الهوت سبرينجز ويبنوا عليها مباني كذا، ويستخدم فيها في إيش كحمامات ساخنة. أيضا نقدر نستخدمها في الهيتينج ووتر أت فيش فارمز، نقدر نستخدمه أو ندفقوا المزارع السمكية، المزارع المنشئة على اليابسة، إذا نقدر ندخلها المياه الصاعدة من الجيوثيرمال ريزرفوارز ونعطيها تدفئة في فترة الشتاء. أيضا نقدر نضيف دير عملية تدفئة للمنازل، وتدفئة منازل نقدر نديرها، يعني تقدر الطاقة نستخدم الطاقة الجيوثيرمال انرجي نقدر نستخدمها كيف نظام التكييف بالضبط، كيف موضح في الصورة. يعني هي عندي مثالين في الشتاء وفي الصيف. في الشتاء كيف ميناء نضخ في المياه الباردة تحت سطح الأرض، ومن ثم تخرج لي اللي هي المياه الدافئة وتدفئ لي المنازل. في الصيف العكس، انضخ في المياه الساخنة واستخرج على هيئة شيء مياه باردة، وفي الحالة دي عندنا نظام تكييف متكامل باستخدام الجيوثيرمال انرجي. أيضا نقدر نستخدمها في raising plants in greenhouse drying crops، يعني نقدر نستخدمها في اللي نقول عليها نحن الصوبات اللي نزرع فيها في النباتات، نقدر ندرون عملية تدفئة. وأيضا نستخدمها في أغراض صناعية أخرى، عديد من أغراض صناعية، هذا كـ direct use of geothermal energy. الصورة هذه توضح لي كيفية الفعالية اللي يخدم بها يعني نظام التدفئة اللي يستخدمه فيه في المنازل عن طريق geothermal energy. وزي ما موضح عندكم حركة الأسهم، في فترة الشتاء يقوم الهيت بامب أو geothermal heat pump، ground geothermal heat pump، بضخ شفط أو ضخ المياه الباردة من السطح إلى باطن الأرض، التي بدورة تكتسب حرارة من باطن الأرض ومن ثم تستخرج إلى السطح وتقوم بتدفئة المنازل. في الصيف العكس تماما، يعني يكون درجة حرارة السطح عالية، فيتم ضخ المياه اللي تكتسب حرارة وضخها إلى باطن الأرض اللي تستخدم فيها الأرض كمادة تمتص الحرارة اللي تعبر على خلالها المياه الياهي، وتطلع إلى السطح على هيئة إيش مياه باردة، وتقوم بتبريد المنازل. حاليا نحكي على indirect use في geothermal energy. كنا على direct، بنحكي على indirect use. indirect use في geothermal energy نستخدم فيها في توليد الطاقة الكهربائية. توليد الطاقة الكهربائية مش كيف العمليات السابقة، اللي عبارة عن بس إني نستخرج في مياه مباشرة ونضخ فيها في مزارع سمكية، أو أني عبارة عن نستخدم في لوبس نضخ فيها مياه تكتسب الحرارة وتطلع لي ونأخذ منها الحرارة هذه. بينما في الإلكتريستي جينيريشن حنستخدم البخار أو المياه الساخنة اللي طالع من باطن الأرض في تحريك التورباين وتبت على السطح، اللي بدورها
تعطي طاقة حرارية، طاقة تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. يعني زي ما وضع عندي في الصورة، أول حاجة لابد يكون عندي ريزرفوار، جيوثيرمال ريزرفوارز، قريب من مصدر حرارة، فلذلك يظل دائما ساخن. نضخ البخار، بخار الماء من الريزرفوارز إلى السطح ويدخل على التورباين، يحرك البليد اللي في التورباين اللي بدورها تعطي طاقة حركية، ومن ثم تحول إلى الجنريتر اللي يحولها إلى طاقة، اللي هو المولد اللي هو يعطي طاقة كهربائية، يحولها على الترانسفورمر ثم الكتريستي مينز. البخار اللي صعد حيرجع عن طريق كوندنسر مكثف عشان يحول البخار من الحالة السائلة إلى الحالة، من الحالة الغازية إلى الحالة الغازية كبخار إلى حالة سائلة، من ثم على برج التبريد، من ثم يرجع إلى الريزرفوارز من جديد في باطن الأرض، ولما يسخن يستخرج من الثلج ليكتسب حرارة ويطلع من الثلج. هذه الـ indirect use of geothermal energy. طبعا الـ diagram هذه بشكل مبسط، لكن هي هذه الفكرة عامة يعني. فأنا ما نستخدمش حرارة مباشرة ندفئ بها أو نضخ بها في مزارع سمكية، أو لا بالعكس، أنا أستخدم في البخار متاعها بشي يحرك توربين، بشي يولد لي طاقة وهكذا. مازلنا في الإلكتريسيتي جينيريشن، توليد الطاقة الكهربائية. لتوليد الطاقة الكهربائية نحن حكينا في الشكل السابق هذا كفكرة عامة، لكن أنا عندي ثلاث أنواع من محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الجتير من الإنرجي. عندي الدراي ستيم باور بلانت، والفلاش ستيم باور بلانت، والباينري سايكل باور بلانت. نجي للدراي ستيم باور بلانت. هذا النوع طبعا يعتبر من اقدم انواع الجيوثيرمال باور بلانت يوزد، اقدم انواع المحطات توليد الطاقه باستخدام الجيوثيرمال انرجي، واللي يستخدم البخار الصاعد من الريزرفوارز، الهوت ريزرفوارز، يستخرج منها بخار مباشره، ويتم تحريك التوربين عن طريق البخار. وطبعا النوع هذه أصبح يعني نادر شوي، يعني ما هوش شائع الاستخدام في الوقت الحالي، ولكن ما زال يخدم في الولايات المتحدة الأمريكية، في إيطاليا، وعندها في حتى في اليابان. أما كيفية العمل بتاعه فتقريبا نفس الصورة السابقة، لأنه هو تقريبا واخد الفكرة العامة منه. فيتم ضخ البخار من الريزرفوارز ويدخل على التورباين، يولد طاقة حركية، تعطي طاقة للجنريتورز اللي حيولد طاقة كهربائية، ويتم رجوع المياه الساخنة إلى الكوندنسر عن طريق الكوندنسر ليرجع لحالة السائلة ويتم ضخها إلى الريزرفوار الجديد. هذا نفس الكلام اللي تحدثنا عليه تو بالنسبة للدراي ستيم باور بلانت. النوع الثاني المستخدم هو الفلاش ستيم باور بلانت. طبعا النوع هذا يعتبر هو الأكثر أنواع الجيوثيرمال باور بلانت شيوعا، ويستخدم فيه الحالتين السائلة والغازية اللي هو البخار المستخرج من الهوت ريزرفوار، ويتم تغيير الضغط على السطح بالنسبة للفلويدز المستخرجة من الريزرفوار، ويستخدم في عدة ولايات في أمريكا وبعض البلدان الثانية. وأيضا فكرة عمله يعني واضحة عندي في الرسم، نستخرج بها أو يتم استخراج الهوت ووتر من الريزرفوارز لا زي ما يقول التانك هذي أو الإيدي هذي اللي يتم فيها تغير في الضغط، وبالتالي خروج الستيم ودخوله على التورباين، ويعمل بعضها كيف فكرة عمل الدراي ستيم باور بلانت. الويست براين طبعا اللي هو السوائل المتبقية يتم رجوعها إلى الريزرفوارز من جديد. النوع الأخير هو الباينري سايكل باور بلانت. في النوع هذا طبعا البخار أو يقولوا إن المواد اللي تحرك في التوربين مهش بخار ماء أو ماء معدل. الطريقة هذه يستخدم الماء الساخن الصاعد من الريزرفوارز ودخوله على مبادل حراري
مبادر الحرق هذا يمر من خلال مواد هيدروكربونية درجة الغليان بتاعها منخفضة زي ايزوبنتان. الايزوبنتان لما يلامس الهيت اكسشينجرز المبادر الحرارة دي حيكسب الحرارة وحيوصل لمرحلة الغليان وحيتحول إلى البخار، ومن ثم يدخل على التوربين بليتس ويعطي طاقة ويحرك التوربين اللي بدورها تمارس نفس فكرة العمل الباور بلانت السابقة. ثم يرجع الايزوبنتان عن طريق مكثف ليتحول مرة ثانية إلى الحالة السائلة ويكسب حرارة من جديد ويقعد يدور في حلقة مغلقة. والشيء الجميل في الباور بلانت، فكرة الباينري سايكل باور بلانت، إن الهيدروكاربونز ما فيش عندي أي إميتس أوف جاز، يعني ما فيش أي انبعاثات غازات، يعني إحنا نستخدم في مادة هيدروكربونية، لأن المادة الهيدروكربونية هذه هي قاعدة في دائرة مغلقة ما تخرج للهواء الجوي ولا تتصل بالمياه الساخنة اللي تدخل في الهوت ريزرفوارز، عبارة عن بس يصير تلامس بيناتهم، لكن كل واحدة معزولة في زي ما نقولوا أنابيب بالوحن أو في كونتينر مفردها، عبارة عن بس يكسب الحرارة ويصعد ويصل مرحلة الغليان ويتحول إلى غاز ويدخل على توربين ويرجع عن كوندنسر وهكذا في السماء. وفكرة عمل الباور بلانت هذه تصبح هي الأكثر قبولا، وهي العالم متجه إلى الفكرة هذه بشكل أكبر، لأنها تغنيني عن البحث عن ريزرفوارز تتكون بس من لازم تكون فيه واصلة درجة الحرارة تكون فيه كبيرة جدا وواصلة لي، أو نقول إن فيه بخار ماء وفيه فلويدز، لكن أنا ما يفرقش عندي هل هو بخار سواء ريزرفوارز عندي بخار ماء أو فلويدز، أنا بس بناخذ الحرارة اللي توصل لي المادة الهيدروكربونية هذه اللي نقطة في الغليان. الصورة هذه توضح لي التورباين والجنريتور. بدي كلنا نحكي على ان الستيم او ان هو المواد تدخل على التورباين وتكمل وتسبب طاقة حركية اللي بدورها تعطي طاقة للكويل واير سلندر في المولد في الجنريتور علشان يحولها لي الى طاقة كهربائية. تحدث تو عن الكوست اللي هي التكلفة استخدام الطاقة الجوحرارية. بالنسبة للدايركت يوز في الجيوثيرمال انرجي ماهوش يعني اكسبنسيف، بالعكس هو cheaper than other energies، ارخص من انواع اخرى من الطاقة. بينما الكوست اوف electricity generation تعتمد على عدة عوامل، اهمها درجة حرارة المصدر، درجة حرارة وعمق المصدر اللي نستخرج منه في الحرارة المناسبة لتوليد الطاقة الكهربائية. ثاني حاجة نوع السورس بتاعي، نوع الفلوس اللي نستخرجها، هل هي ستيم فقط بخار ماء، هل هي ليكويد سائل، أو هي خليط ما بين الاثنين. إضافة إلى على حجم الريسورس، حجم المصدر بتاعي، هل هو كبير أو منخفض. أيضا على size and technology of planet، يعني حجم الباور بلانت، محطة توليد طاقة تستخدم فيها والتقنية الموجودة فيها. هذه كلها تحدد الكوست بالنسبة للإندايركت يوز في الإلكتريسيتي جينيريشن. لكن هذا كله طبعا ما يمنعش إن الإنيشال إنفستمنت إز هاي، يعني التكلفة البدائية للمشروع حتكون عالية كتكلفة إنشائية مبدئية، هذه حتكون عالية. لكن طبعا بعد ما يتم انشاء البروجكت وابدا توليد الطاقه، فبعد فتره حيقعد توليد الطاقه، يعني التكلفه متاعها حتكون مقاربه للمصادر الثانيه، مصادر توليد الطاقه الاخرى ناقصه. واعطيني مثال هو باليو اس دولارز، يعني حاول نستخدم بالسنتات، يعني ما بين 0.05 ل 0.08 لكل كيلو وات واحد يتم توليده. وحالما يتم طبعا إرجاع زي ما نقوله السعر التكلفة
ممكن حتى يتم تخفيض السعر أقل من 0.05 للكيلو وات الواحد. طبعا هذه تعتمد على الدولة وتعتمد على زي ما قلنا الأمور العوامل السابقة لكن. نجي للفوائد استخدام الجيتا. نعم فوائدها طبعا إن هي متوفرة على مدار العام، الحرارة هذه قاعدة في بطن الأرض متوفرة على مدار العام. شيء تاني، ما فيش أي استخدام للفيول للوقود، البنزين والنافتة والأمور هذه كلها ما تستخدمش في الجيوثيرمال باور بلانت. أيضا تعتبر مستقلة عن الطقس، يعني ما لهاش علاقة بالطقس، الطقس اللي في السيرفس ويذرز ما يأثرليش على الحرارة الموجودة عندي في باطن الأرض، لأن يعني أنا استخرج بالنسبة للطقس نستخرج فيها من أعماق، يعني ما نستخرجش فيها يعني من 10 متر ولا 20 متر، أنا نحكي على أعماق يعني ممكن توصل ل 1 كيلو تحت الأرض. وطبعا تعتبر مصدر طاقة نظيف، مفيش أي انبعاثات للغازات، واقتصاديا تعتبر طريقة بديلة لمحطات الطاقة اللي تستخدم فيها الفيول. وبشكل عام الجيوثيرمال انرجي از سستينبل ريسورس، يعني مصدر طاقة مستدام يعني متجدد. نتحدث الآن عن العيوب المصاحبة للجيوثيرمال انرجي. أول حاجة ما تعتبرش إن هي منتشرة، مصدر طاقة منتشر، التكلفة الإنشائية زي ما قلنا هي عالية، فيه بعض الأسئلة إن هي may release harmful gas، ممكن إن هي الجيوثيرمال إنرجي ممكن إن هي تطلق لي غازات ضارة، لأنهم يقولون إن في غازات، بعض الدراسات قالت إن في غازات دفيئة موجودة بالقرب من الجيوثيرمال إنرجي ممكن تجد طريقها إلى السطح، لكن مقارنة بمصادر الطاقة اللي استخدم فيها الفيول واستخدم فيها الكول هذا لا شيء يذكر، يعني ما هوش يعني ذات التلوث الكبير مقارنة بمصادر الطاقة التانية. النقطة الأخيرة هي الـ Air to Quakes. في بعض الـ Geothermal Energy Sources يضخوا في المياه أو الووتر من السطح بضغط عالي جدا جدا، لأن في طريقة حنطرق عليها في المحاضرة الجاية تسمى Hot Dry Rock، هو الصخر الساخن الجاف، صخر الساخن ما فيش سوائل، فيتم ضخ مياه، نفس فكرة الفراكشر أو الفراكشن أو عملية الفاكت جوب اللي تحدث في العمليات النقدية، إنما يضخوا في سوائل ضغط عالي جدا جدا باستخدام معدات سطحية، فتقوم بعمل تشققات في الريزرفوارز موجود عندنا، فهذه نفس الكيفية تستخدم في بعض المصانع اللي الريزرفوارز فيها ما فيش ووتر، فيتم ضخ المية بسرعة قوية بضغط عالي، فتقوم بعمل تشققات في الصخور، والعملية هذه وجد إن هي تأثر في بعض الدول، أثرت وممكن ساهمت في عملية سبسيدنس، حدود بعض انخسافات بسيطة، وإن هي تساهم أو ممكن تسبب في عمل في حدود الزلازل. وهذا باختصار الديس ادفانتجز بالنسبه للجيوثيرمال انرجي، وان شاء الله تكون المحاضره واضحه، ولاي استفسارات يا ريت يتم وضع تعليقات في الكلاس روم، وان شاء الله نجاوب على كل استفساراتكم. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.